بداية يتواجد الآن في صناعة الرمادي، لغاية الآن لم يعرف شنو اللي انفجر، هل هي سيارة مفخخة أم مخلفات أم لحد الآن لم تتبين الأسباب. قوات أمنية تهرع إلى مكان الحادث، أيضا الدفاع المدني تهرع لإخماد النيران التي نشبت في هذه المحال التجارية في بداية صناعة الحي الصناعي في مدينة الرمادي. المشاهد الأولية لغاية لم يتبين ما هو الانفجار، لكن سنوافيكم بالتفاصيل الأخرى.